ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، ومعانا ضيفتنا الكريمه الدكتوره فاتن الفقي، محاضر واستشاري العلاقات الاسريه والنفسيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتوره فاتن. اهلا وسهلا بيكم كلكم، يعني اتشرفت بيكم يعني ان شاء الله. حضرتك منورانا، منوره برنامج عيون مصريه على قناه الصحه والجمال. اضافه قويه ان شاء الله هتكون لينا في هذا البرنامج ان شاء الله. الله يخليك، شكرا. نبدا دكتوره فاتن ونتكلم عن تربيه الاطفال والمراحل العمرية للأطفال، وكل مرحلة نتعامل معها إزاي كأسرة، كأب، كأم، كمجتمع. فضل حضرتك. احنا من الغريب قوي ان احنا لما بنيجي نسوق عربية ونقود عربية لازم شرط علشان اتحك او اطلع بيها لازم يبقى معايا رخصة، لكن ما عندناش رخصة لقيادة حياة زوجية ولا ان احنا نربي، ما فيش اي ترخيص ولا اي تعليم ولا اي حاجة. احنا بندخل حياة كده بايلك بخبراتنا السابقة من قرايبنا، من ولاد بنت خالتي اللي مش عارفة عملت ايه، ابن عمي اللي قال ايه، ماما انا شفتها بتربي ازاي فانا بربي، شفت ماما بتتعامل مع بابا ازاي، شفت بابا بيتعامل مع ماما ازاي. فهي دي حدود خبرات، لكن لا بناخد كورسات ولا بنؤهل لحاجة يعني عليها 90% من نجاحاتنا وسعادتنا بعد كده، اللي هي الارتباط والخلفة بعد كده، علشان نطلع أجيال يميلون الى الاسوياء. وما فيش حد طبعا سوي 100% ولا نقي، لكن احنا عايزين درجه السواء تكون عاليه جدا. كل اللي حاصل في المجتمع دلوقتي من سوء اخلاق وانهيار في العلاقات وكل الحاجات دي كلها نتيجه التربيه الخطا. احنا بنربي قنابل ذريه في بيوتنا، ما احناش المفروض ان دول يعني دي رساله، والمفروض نتعلم ازاي ان احنا نأدي الرساله دي. عشان انا هسال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ربنا هيسألني. استشهد من كلام حضرتك موضوع الكورسات او الدورات التدريبيه اللي هو الثقافه المجتمعيه، ان حضرتك بتنادي بانه في يكون هناك في ثقافه مجتمعيه لدى يعني الرجال ولدى النساء، لدى البنات. يعني البنت قبل ما تتزوج لابد ان هي تاخد كورس ازاي لما هتتزوج هتقدر تربي، هيكون عندها اولاد ازاي تقدر تربيهم كويس، ازاي ان هي تعلمهم كويس، ازاي ان هم يكون عندهم يسلكوا سلوك ايجابي في المجتمع كويس. ده اللي حضرتك تقصديه يعني. اكيد، ويا ريت يكون تحت غطاء الدوله، يعني يبقى الحكومه هي اللي تعمل كده، ما يعملوش افراد. طيب. علشان الافراد برضو يعني كل واحد باهوائه، ممكن ما يكونش قوي قوي يوصل معلومه غلط، لكن لو هي تحت مظله قانونيه كده ومعروفه ان شاء الله في الجامعات. يعني انا كنت بنادي في الجامعه عندنا بان هم يعملوا حمله للتوعيه دي، توعيه تربويه وتوعيه مشكلات زوجيه وتوعيه ازاي تاهيل الشباب للحياه بعد كده في الزواج، لان نسبه طبعا الطلاق اللي فاقت يعني احنا اعلى دوله على مستوى العالم في نسبه الطلاق ما شاء الله، يعني متفوقين جدا، حدث ولا حرج. دي الحاجه الحلوه اللي احنا تفوقنا فيها. فيعني ده ناقوس خطر. فين الناس من الحاجات دي؟ المفروض ان احنا ندخل كورسات في الجامعه، يعني هي مهمه جدا، يمكن اكثر اهميه كمان من الكورسات العلميه اللي بياخدوها في الجامعه. لكن احنا يا ريت يعني من هنا حد يسمعني ويعمم الموضوع ان شاء الله على دكتوره فاتن. حضرتك دلوقتي العنف الاسري بين الاب وبين الام اكيد بيأثر تاثير سلبي على الطفل. اكيد. ازاي حضرتك تنصحي الاب والام يتجهوا بأي سلوك كويس عشان خاطر الطفل ده يتربى صح؟ ما هو العنف الأسري دوت ناتج برضو من خلل كانت في تربية الأم والأب. تمام. وخلل في التوجيه ونقص معلومات، يا إما هو بياخد معلومة مغلوطة، يعني إما محدش بيديله معلومة، ما بيدورش على المعلومة. الدنيا مفتوحة دلوقتي، يعني احنا يمكن انا من جيل قديم شويه عن الشباب مثلا عن سارة وكده، لا والله من جيل ما كانش فيه بقى متاح الحاجات اونلاين وعلى النت، وحتى لو مش قادره او مش قادر تخرج في النت مليان، بدل ما بنقعد نضيع وقتنا في التفاهات عليه. تمام. نشوف ونتعلم. فاحنا مش متعلمين حاجه، فكل واحد مش عارف دوره، مش عارف واجباته، مش عارف هو المفروض يعمل ايه. وضغوط الحياه اللي حوالينا اجتماعيه وماديه ونفسيه وكل حاجه، ده بيخلي لينا ان احنا نتعامل مع بعض بالعنف. تمام. مع ان المفروض البيت ده السكينه والرحمه. انا حتى لو العالم كله بيعاملني بعنف بره، هاجي علشان الهدوء والاطمئنان، ده المكان اللي انا بسكن وبهدأ فيه. لكن للعكس تحول الى العكس تماما. تمام. انا ببقى جميل جدا مع زمايلي بره وكيوت ولابسه وشيكي وصوتي واطي، اول ما ادخل من باب البيت خلاص قلعت برقع الجمال والصوت يلعلع والصياح والعصبيه والغضب، وده دليل
على ان احنا مش قادرين نتحكم في نفسنا، احنا ضعفاء جدا وما تربناش على القوه النفسيه اللي احنا بندمرها في اولادنا علشان احنا نقدر نتحمل الضغوط، نقدر نتحمل الاسترس. للاسف حتى الاسترس والضغوط والعصبيه دي وصلنا لدرجه مرحله قصوى منها، لان ادفع حاجه بتعصبنا ليه؟ هي عايزه تمرين، تمرين على ان انا اتحمل الضغط ده. فالمفروض ان احنا نتعلم ازاي نتعامل مع بعض قدام الولاد، ازاي نعاملهم. لكن عمليه العنف ده بتيجي منين؟ انا مش عارف، مش عارف. انا شفت بابا بيزعق فانا بقلده، مش عارف اتعامل. احنا الاباء جوه الضغوط برضو يا دكتوره، ضغوط الحياه والضغوط. يعني معلش انا دايما ممكن الزوج جاي من بره عليه ضغط، اكيد طبعا مشغل شغلة واثنين وثلاثه ومش يعني مستحمل. بس احنا دايما بنعلم الناس حتى بقى دور الزوجه، بقى هي دور الزوجه تحتضن وتمتص. الزوجه للاسف هي كمان نفس الدور، ما هي بتبقى جايه من الشغل وعليها وعليها، وتيجي تلاقي شغل البيت ودروس الولاد ومذاكره الولاد وودي وهاتي وجيبي وبتصرف وكل حاجه. فاحنا المفروض نبص لبعض شويه بعين الرحمه. واهم حاجه نعلمها لاولادنا الانسانيه. يعني انا لو ما قدرتش ان انا اعلم ولادي غير الانسانيه، يبقى ده انا عملت حاجه جامده جدا. فادوار الاباء احنا دايما نتكلم عن التربيه الايجابيه، ودلوقتي بقى الترند بقى والتربيه الايجابيه، بس بنتصرف معاها بطريقه خطا. يعني الناس بتاخد التربيه الايجابيه كقشور من الكلام، ولكن ما درسوش يعني ايه تربيه ايجابيه. فتبدا تدلع ومش عارفه ايه ده، انا مش هضربه، ده انا مش الضرب طبعا ممنوع في التربيه الايجابيه، ولكن انت مش عارفه تتعاملي بحزم مع ابنك. الحزم ما هوش عنف وما هوش لين ولا حاجه كده، وسط. واعرف ازاي ان انا اتحكم في عصبيتي قدام ابني، ازاي امتى هنا اعمل كنترول عليه، امتى امنعه هنا، امتى اسيب له. لكن الموضوع فتح مننا، والتربيه الايجابيه بقت خيبه وسوري يعني عبط، بتطلع اولاد مدللين جدا. يعني الاباء ما بيقولهمش لا في حاجه، لا بيرفضوا اي حاجه ولا، وكل حاجه متاحه اللي يطلبوه يعملوه، وخد وخد وخد. الولد ما بيطلع اعتمادي، ما بيقدرش ان هو يعتمد على نفسه، ما فيش اي قوه. اول ما يخرج على طول ويواجه الحياه سواء بالجامعه او في العمل بعد كده، بيبقى انسان فاشل لان هو اعتمد ياخد ياخد ياخد. المسؤوليه هنا، المسؤوليه واعتماد، وان احنا نعلم اولادنا ان هم ازاي يقدروا ان هم يعتمدوا على نفسهم من هم صغيرين، حتى في المدرسه، في الشارع، في كل الحاجات دي، اكيد ده مطلوب. يعني النهارده نشأ في اطفالنا واولادنا، لما اعلم ابني ازاي يقدر يعتمد على نفسه، ازاي ان هو يقدر يعمل حاجه معينه، حتى لو في البيت، حتى لو في لعبه بيلعب بحاجه معينه، اقدر ان انا اعلمه مره، المره الجايه اقول له لا اعملها لوحدك. تحفيز، اديله نوع من انواع التحفيز، اكيد ده بيخلي الطفل عندنا يكسب ثقه كبيره، وبالتالي هيبدا بعد كده ان هو يعتمد على نفسه في حاجه واثنين وثلاثه، وهيطلع بقى شاب كبير يقدر يعتمد على نفسه. احنا بنشوف الاباء داخل البيوت بثلاث اصناف. اول صنف اللي هم الاطفائيون، اللي هو جاي وقت الحريقه، وده في الغالب بيبقى الاب. يعني معلش ما تزعلش مني والاباء ما يزعلوش، بس الاب دايما بيجيش الا في وقت المصيبه، هو مشغول على طول عن ولاده وما بيشوفش مراته ولا اولاده. ده مش دوري، ده يعني ده عايزين، دي نظريه غلط. هو ما فيش شك خير يا جماعه، 50 و50 دايما الام هي الاقرب، لان هي ملاصقه وهي اللي بتقعد معاهم فتره كبيره. بس لازم احنا عايزين الوقت اللي بيقعده الاب يبقى فيه كواليتي بقى، يعني مش بالكوانتيتي او بالكم، ولكن بالكيف. اتعلم ازاي في الوقت الصغير اللي انت قاعد فيه او الساعه دي انك تحتوي ولادك وتسمعهم ويحبوك ويتبسطوا ويجوا جري عليك. لكن ما يجيش وقت الكارثه وبس تظهر الاب يظهر. طب دكتوره احنا نقدر ازاي نربي جيل يشيل مسؤوليه، يعني نزرع فيهم الرجوله؟ الرجوله بمعنى مش راجل وست، لا الجدعانه اللي هي الشهامه، اللي هو ما يخافش يكون قد المسؤوليه. ازاي نقدر نزرع الحاجه دي جواهم؟ دي بتبتدي بقى من الصغر، لازم يتعلم الجرأه اول حاجه. هو ربنا سبحانه وتعالى خالقنا وفاطرنا من الصغر، احنا بنتولد عندنا جرأه وعندنا شجاعه وعندنا قوه. لكن اللي بيحصل ان احنا بنموت ولادنا. يعني ده يفكرني بالصنف الثاني من الاباء اللي هم ايه، المروضون. الاباء اللي بيروضوا ولادهم، زي ما يكون كده سوري يعني عندك كلب في البيت او قطه وبتعوديها اعملي كذا، وده غلط وده صح من الصغر. ولو الطفل رفض بعفويته او بالفطره اللي ربنا خلقها له، يتضرب ويتعنف ولا غلط، وكاننا احنا ارباب على اولادنا واسياد. الاب عايزه اقول للاباء والامهات، الابوه يعني ليست هويه،
ارجوكوا ما هياش هويه، فهو لو ما قلدكش الدنيا مش هتقع، ولا هيبقى ولد عاق ولا الكلام ده كله، هو شخصيه منفصله وشخصيه مستقله، ولازم نعودهم على كده. اديهم مفتاح الحريه، الحريه المشروطه. الحريه ما هياش خلاعه، ما هياش اعمل حاجه على مزاجي، لا، ده في حريه منضبطه، في للبيت قواعد، انا بديك الحريه تماما، انا ما بفرضش عليك ولا عايزه اغير شخصيتك، انا متقبلك تماما القبول التام، ولكن في شروط للبيت، في قوانين احنا حاطينها 1 2 3، فلا تخل بهذه القوانين، وفي قوانين المجتمع بره في الشارع، لا تخل بالقوانين المجتمعيه، وفي قوانين دينيه، يبقى في قوانين اخلاقيه ومجتمعيه، وفي قوانين دينيه وعرف، مزيج ما بين القوانين، لازم يعني القوانين المجتمعيه اللي هو يقدر يتعامل في البيئه اللي هو عايش فيها ازاي، يقدر يمشي في الشارع ما يرميش زباله، يساعد حد لو شاف ان هو محتاج حاجه، يساعد حد في طريق، يسلك سلوك قويم في الشارع. يعني التكوين بقى، وبنتكلم عن السلوك بالنسبه لل في البيت، ان هو في قوانين في البيت، ان انا ده صح وده غلط، ما ينفعش تعمل الغلط حتى لو ده هيسعدك انت على حساب حد، على حساب حاجه معينه في البيت. كل الكلام ده كلام جميل. عايزين نعرف بقى، هل في فرق بين التكوين النفسي والعقل ما بين الذكر والانثى عند الاطفال؟ اكيد كتير جدا، يعني من البدايه خالص، من الاجنه، من تكوين الجنين، هو في فروق جامده جدا للتكوين النفسي والعقلي، والمخ مختلف في حاجات كتيره جدا بين الراجل والانثى والذكر، يعني مش عايزين نقول راجل لان ربنا سبحانه وتعالى مكلف ده بمهام لا تستطيع هي تعملها، ومكلفها بحاجات برضو الراجل لا يستطيع، فكل ميسر لما خلق له. فربنا سبحانه وتعالى خلق لنا في جسمنا وفي الفسيولوجي بتاعنا وكده الحاجات اللي بتأهلنا للوظيفة اللي احنا بنعملها. فمن البداية خالص والطفل جنين، هي بيسموها ايه، الجندر، تحديد الجنوسة بيسموها كده، ازاي تتحدد الجنس من البداية والطفل لسه اسابيع، 7 اسابيع بتبدأ تتكون عنده الجهاز التناسلي الداخلي، بعد كده بعد فترة كم من الأسابيع برضو بتبدأ هذه الغدد الجنسية تبدأ تفرز الهرمونز بقى. الهرمونات بعد كده هي اللي بتتحكم في تركيب المخ. الإفراز بتاع الهرمونات الذكورية والإفراز بتاع الهرمونات الأنثوية بيغير شوية في تركيب المخ، وبعد كده لما بيكبروا بيزيد الموضوع ده، وبعد 2 سنين بيزيد، وبعد بقى فترة المراهقة بيزيد جدا علشان تتشكل بقى الأنثى الكاملة والرجل الكامل. ده كتركيب فيسيولوجي أو بيولوجي. في جزئية دكتورة فاتن، موضوع إن الجنين هو بطن أمه، دايما بنقول إن إحنا فاقد الشيء لا يعطيه. هل لو الأم متربية أو كانت تم نشأتها في بيئة مجتمعية معينة، هل ده بيأثر على الطفل أو على الجنين بعد حتى ما بيتم ولادته؟ هل ده بيأثر في تكوينه النفسي في الجينات الوراثية؟ لأن احنا زي ما بنقول فاقد الشيء لا يعطيه، لو الأم متربية أو تم نشأتها في بيئة مجتمعية معينة، من الممكن إن ده يأثر على الطفل في تكوينه النفسي والذاتي. طيب خلاص الطفل بقى موجود على قيد الحياة وموجود، هل المجتمع وهل الأسرة تقدر تغير في الجينات الموجودة دي الموروثة؟ يعني خلاص الطفل ده اكتسب حاجة معينة وراثية، من الأب أو الأم. المجتمع يقدر يغير الجزئية دي، أو الأسرة تقدر تغير الجزئية دي؟ يعني أبشر الناس إن في علم دلوقتي يعني ظهر من الألفينات بيسموه الإبيجينيتك كنترول، أو إبيجيناتيكال كنترول، أو التحكم الفوق جيني، داخل فيه حاجات كتيرة جدا من البيئية اللي حوالينا، سواء تغذية، سواء تلوث، كل التلوثات اللي حوالينا، ومنها السلوك، إن أنا ممكن أعدل السلوك والبيئة اللي حواليا والأفكار اللي أنا بفكرها دي كلها بتغير التركيب الجيني، حتى لو أنا وارث إيه من بابا وماما وسلوكيات، لكن لو شفت المجتمع بيتصرف بطريقة صح أو أنا بفكر بطريقة صح، ده هينطبع على الجينات بتاعتي ويفتح أماكن جديدة ويقفل أماكن قديمة وهكذا. ده موجود في العلم وأبحاث يعني منشورة في مجلات عالمية رهيبة، فالناس ما تقولش بقى لا ده أنا وارث من بابا العصبية، ده أنا وارثة من ماما، مش عارفة، مفيش حاجة اسمها كده، أنت مسؤول عن نفسك. تمام دكتور، حضرتك في أي مرحلة عمرية نقدر نوجه الطفل نقول له ده غلط وده صح؟
تمام. احنا عايزين نتكلم بقى من البداية خالص. تمام. الحديث بتاع يعني هي مقولة عن سيدنا عمر اللي هي لاعبوهم لسبع وأدبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع ثم اتركوا لهم الحبل على الغارب على 21 سنة. أيوة. خلاص ابنك كبر. احنا للأسف بنلاقي أباء ولادهم في الثلاثينات وفي الأربعينات ومتجوزين ومخلفين ولا زال السيطرة والأبر هند عليه واعمل وسوي ليه أنا علمته يبقى اعتمادي. أنا ربيت ابني إن هو يبقى اعتمادي. الاعتمادي ده يعني بيستسهل من هو صغير لما أقول له اللي هم المروضون بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليهم دول قاعد يروضوا اعمل وهات فالولد يبطل يقاوم. طب ما أنا أريح لي بقى ماما بتعمل خلاص أنا دخلت في اللي هي الكمفورت زون بتاعي بقى اللي هي منطقة الراحة ماما وبابا بيعملوا مكاني فانا مش هطلع بقى انا مرتاح كده فاطلع طول عمري اعتمادي حتى وانا كبير وانا متجوز وانا مخلف ما اقدرش اعمل اي حاجه ولا اخد قرار غير لما ارجع لماما وبابا ارجع لحد اكبر مني اسال صاحبي. فاحنا ما عودناش ولادنا ان هم يبقوا اقوياء. نرجع تاني للنقطه الاولانيه اول 7 سنين دول لا يزرع فيهم قيم ما اقولش لاولادي كده غلط وكده صح أسلك. أيوة. قدامهم السلوكيات اللي أنا عايزاهم يكتسبوها فقط أعمل قدامهم اللي هم المفروض يتعلموه هما بيلقطوا على طول ده ولكن الولد في السن ده ما يعرفش غلط وصح أنت صح. بتعمل إيه يعني أنت علمه بعد كده بعد 7 سنين من 7 لبعد كده 14 7 سنين دول أبدأ أوجههم غلط وصح وأعمل وتعبد حتى لو مش فاهم لأن هو في الوقت ده لسه حتى النمو الخلقي عنده ما تكونش ما عندوش الوازع الداخلي اللي يقول له كده غلط وكده صح هو الرقيب دايما بيبقى خارجي يعني احنا لما بنطلب من ولادنا ان هم يصلوا او يصوموا ما بيعملش كده الا قدامي يعني ممكن يبقى هو عنده 8 سنين او لسه ما كملش ال10 ويدخل مطبخ ياكل بس هو صايم لكن الرقيب مين بابا وماما والناس اللي حواليه ما عندوش الضمير بقى اللي هو تكوين الضمير مفيش رقيب داخلي لكن انا بعلمه النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه مروا اولادكم على الصلاة الايه لسبع عند 7 سنين يبقى دي بداية التربية نعم. ان انا بأمر بقى هنا اقول له هنا غلط وهنا وبالراحة خالص ومن غير حاجة وهو اوريدي لو شافك انت بتعمل الحاجات دي هيبقى استقباله للأوامر ده بصورة سلسة جدا وسهلة. بعد كده فترة بداية فترة المراهقة بقى اللي هي واتيفر هي الولد او البنت بعد 12 بعد كده قبل ما نخش فترة المراهقة دي ربنا فرض التكليف في السن ده ده سؤال مهم جدا ما هو ده بقى ليه لانه لما بيبدا هو خد اوامر وخد نواهي من 7 سنين وتأدب وقال كذا وكذا وكذا بس لسه مش عارف يربط بين المشاعر الداخليه بتاعته والكلام اللي هو تلقاه وبين الصح والغلط وبين الحرام وبين النظره المجتمعيه فهو عند السن ده عقله بيتشكل مع المشاعر مع الحاجات اللي اتكونت فهو بيقدر يدي لنفسه يعني صوره صح بقى يعني هنا بقى الرقيب الداخلي بيبدا يتكون اللي هو الضمير بقى وعلى فكره الرقيب الداخلي والماتيوريتي دي او النضج اللي بيوصل ليه ولادنا المفروض ان هم يوصلوا عند المراهقه يبقوا ناضجين ما بيوصلش الا لو ربيت ابن قوي وابن حر كلمة الحرية اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي غير مطلقة عارف مسؤولياته يقدر يتحمل مسؤولية حتى هو صغير يعني هو لو اتربى على ان مفيش قيد مفيش كده بس التزم بكذا كذا لا انا هاخد قرار وهبقى مسؤول عنه مش هرمي كل حاجة على بابا وماما فانا ربيت ولد قوي جدا فهو في الوقت ده في وقت النضوج ده هيبدأ يربط بقى هو قوي هيقدر ياخد قرار ان لا في حاجات مجتمعية في حاجات خلقية في حاجات دينية وفي حاجات كده قوانين بيت وقوانين فانا هعمل لنفسي انا ميرور داخلية بقى مراية هي اللي تقولي كده غلط وكده صح مش هستنى ان ماما وبابا يسقفولي او الناس مش عارفة ايه فهو ده علشان كده ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا التكليف بقى هنا والذنوب والسيئات والحسنات بتبقى في الوقت ده تمام. طب دكتورة ايه دور وسائل الاعلام في تربية الاطفال في سلوكهم وطباعهم ايه التأثيرات من وسائل الاعلام اللي بتأثر في الطفل يعني ده كارثة احنا في وسائل الاعلام يعني في اطفال دلوقتي بتبقى لسه صغيرة وماسكين موبايلات 24 ساعة
حتى في امهات دلوقتي بتشاهدنا هتقول اه انا ابني برضو ماسك الموبايل 24 ساعه مع ان سنه صغير. ايه بقى دور وسائل الاعلام في من غير رقيب يا جماعه؟ واحنا ما بنراقبش ولادنا، مشغولين للاسف عنهم. الام بقت مشغوله والاب مشغول، مفيش رقيب، او بنراقب بطريقه مستفزه بتخلي الولد يعاند. يعني انا كنت اعرف ام تقول لي لا انا ما خبطش عليه الباب، انا لازم افتح كده هو بسرعه عشان اشوف هو بيعمل ايه. طب دي طريقه تربيه بس بتضرب كمان يا دكتوره غلط. احنا طب وبعد كده تقولي له استاذن عليا انت وانت داخل هو هيعمل كده؟ انت لازم تعلم، انا ولادي من وهم صغيرين لازم اخبط عليهم الباب، استاذن عليه، اعلمه ان هو محترم، حد ريسبكتبل كده وله قيمه، مش ان انا ادخل واضرب والكلام ده كله. فان انا اراقب ولادي بس بطريقه مش مباشره، يعني اعرفه ان انا، ولما اوجه له كمان لوم او عتاب او كده ان هو عمل حاجه غلط بطريقه غير مباشره عن طريق ايه؟ سرد قصص، ان انا احكي له عن ابن حد مثلا صاحبتي او كده عمل كذا، ايه رايك يا فلان؟ نقول له ايه او تعمل معاه ايه؟ فهو الولد هيتوجه بطريقه غير مباشره. الولاد ما بيحبوش اعمل وسوي واعمل، حتى النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيحب الاسلوب ده مع الصحابه. يعني كان دايما اما بيحب يقول حاجه او يوجه الامه ما يقولش اعملوا، لا ما بالوا اقواما، يحكي حكايه لقيتهم كذا وعملوا كذا. فاحنا المفروض النبي قدوتنا، نتعامل بنفس الطريقه. لكن التعامل المباشر والهجوم المباشر ده بينفر الاولاد من كلامنا حتى لو كان صح 100%. فلازم التوجيه يبقى غير مباشر حتى لو هم كبار. عايزه اوصل رساله بطريقه، هم طبيعي عندهم ذكاء فطري يعني بيلقطوا بسرعه. ايوه ايوه، وبيلقطوا انت عايزه تقولي ايه من غير ما تقولي وكده. فارجوكم مش عايزين نعمل الحاجز ده بيننا وبين ولادنا. نرجع بقى للنقطه اللي قالت عليها ساره اللي هي دور وسائل الاعلام، وسائل الاعلام والاطفال الصغيرين اللي بيبقوا ماسكين موبايلات. يا جماعه في حاجه اسمها رسائل الخفيه، وعايزه كل ام واب يدوروا على النت. والرسائل الخفيه دي فيها كوارث في الكرتون، الكرتونات فيها الفاظ وفيها جمل كده هيجيب لك في الفيديوهات اللي موجوده وفيديوهات عالميه والاعلانات العالميه والاعلانات والحاجات دي مجرمه دوليا من بره. يعني لو اكتشفوا ان في حاجه رساله خفيه في اعلان معين ده المفروض ان هو يتحبس او يجرم. ما صحيح بس بالرساله الخفيه، عايزه تقولي ان هو ممكن يكون في جمله او في رساله معينه هم الاعلان بتتقال على انها دي دعايه او حاجه للمنتج، ولكن الهدف منها ان انا اعلم الاطفال في البلد دي او في المكان ده سلوك معين. دي رسائل علنيه. لكن في رسائل خفيه احنا مش شايفينها ولا الطفل شايفها، ولكن بتبرمج العقل اللاواعي يعني عنده. فسرها لي دي عشان انا بس اعرفها دكتور. لا ده انا عايزاك بقى عايزاك تروحوا تشوفوها على اليوتيوب. تمام. تكتبوا رسائل خفيه وتشوفوا. تمام. كارثه. يعني مثلا على سبيل المثال في كرتون علاء الدين الجميل اللي احنا كلنا بنحبه ونتفرج عليه، في لقطة كده يعني المارد بيقول لعلاء الدين مش عارفة ايه، انت انا هشيل الطاقة السلبية من عندك، وبيشد شريط من ودنه. الشريط ده وقفوا الصورة وكبروها مكتوب عليه آيات من القرآن، آيات من القرآن، هي دي الطاقة السلبية اللي هو هيشوفها، وحاجات كتيرة بقى من هذا القبيل. دي الرسالة اللي على إزازة مش عارفة ايه مرسوم لك واحدة مش باينة خالص، ولكن عقلي اللاواعي بيشوفها. فلما اشوفها 24 ساعة انا قاعد بين الحاجات دي اتبرمجت وانا مش حاسس. غير بقى الرسائل اللي مش خفية بقى حدث ولا حرج. بنحذر بقى كل السادة المشاهدين. يعني دي معلومات يمكن اول مرة نسمعها، موضوع الرسائل الخفية في يعني المتابعات الاعلاميه لاطفالنا اللي بيتابعوها. نخلي بالنا جدا من اولادنا، لان طبعا ده شيء مهم جدا وشيء ضروري جدا، المتابعه والمراقبه لاولادنا، ونحاول نثقف نفسنا احنا كاولياء امور دايما بان احنا نعرف الحاجه زي. انا واحد من الناس اول ما اروح البيت كلنا والله يا دكتور، والله حضرتك قلت ايه الموضوع ده، لان طبعا ده موضوع خطير جدا طبعاً. جدا جدا واعلانات وحاجات، والمفروض ان احنا ناخد بالنا من الحته دي. وغير كده احنا يعني الرسائل بقى اللي هي غير خفية يعني البلطجة والعنف في المسلسلات وفي الأفلام، وهو ده التوب وهو ده النجم وهو ده اللي مش عارفة إيه، والولاد يقلدوه وخلاص عشان أبقى نجم، وده النجم الفلاني بيعمل كذا. يا جماعة عايزين نغير شوية المسلسلات والأفلام ونركز على القيم والمبادئ. دلوقتي الفترة اللي فاتت دي كلها كانت إيه؟ لا إحنا بنحط إيدينا على مشاكل المجتمع، إحنا ليه ندفن رأسنا في الرمل وما نقولش مشاكل؟ مشاكل أوكي موجودة بس إنديفيديوال، فردية، مشاكل فردية أو لا مش عامة كده. لكن لما ننشرها في مسلسل حتى اللي بيعملها على حرج هتبقى عادي، ما هي بتتعمل اهي
وناس كثيرة بتعملها فهتزود الموضوع ده. فعايزين شوية حتى لو نمثل يعني هيقولك مش واقعين. آه مش واقعين، كتر الكلام عن القيم والأخلاق والمبادئ حتى لو هي مش موجودة هتزرعها على المدى الطويل. لكن اللي حصل إن إحنا كل حاجة صغيرة قد كده عملناها فوكس في الإعلام، كل حاجة سلبية وكل حاجة سيئة. يا دكتورة بجد ودي إحنا بنعاني منها كتير جدا. النهاردة لما بيحصل عندي حدث معين أو حاجة معينة عندي هنا في مصر أو في أي دولة عربية بتلاقي كل أو معظم وسائل الإعلام بتركز على هذا الحدث وكأن مفيش إلا هذا الحدث اللي موجود على ساحة، بالرغم إن النموذج ده أو الحدث ده هتلاقي متكرر منه في المجتمع كتير في جدا. دول كتيرة. إحنا مش بس الإعلام مش مسلط الضوء اللي على خلاص سيئة. أنا إحنا اكتشفنا كأن ده موضوع أو حاجة حصرية، القناة الفلانية والبرنامج الفلاني، الصحف الفلاني، الجريدة الفلانية، كل الكلام ده تبص كل الدنيا كلها بتكتب عن الجزئية دي وعن الحدث ده وكأننا احنا ما عندناش أي مشاكل في المجتمع بنعاني منها أو عندنا أي مواضيع مهمة نقدر نناقشها في المجتمع عشان نساعد بها بلدنا. فده أكيد هو بيأثر كتير، بيأثر كتير علينا كمواطنين، بيأثر علينا، بيأثر على الأطفال، بيأثر على كل حد في المجتمع. دكتورة أنا عايز أسأل حضرتك سؤال دلوقتي بالنسبة لدور المدارس والمؤسسات التعليمية. عايزين بقى استفسار من حضرتك كده، دور وخصوصا في الفترة الأخيرة بعد تغيير أو تطوير المناهج التعليمية، هل ده برضو تأثير ده على الطفل، المناهج والحشو اللي كان موجود والتقدم اللي حصل والتطوير اللي احنا بنبغى ان هو يستمر ويتطور أكتر، تأثيره ايه على الاطفال؟ المدارس والجامعات الدور الثاني بعد الام والاب بعد البيت. احيانا كمان الاولاد بيقعدوا في المدارس اكتر ما بيقعدوا معانا، يعني هو بيجي نايم، بيجي مش شايف، يا دوب بيعمل الواجب، لكن وقته الاكبر هو وسلوكياته بيستقيها منين؟ من المدرس. انا شفت فيديوهات برضو الناس مصورينها المعلمين، بصراحه حاجه يعني تشمئز منها النفس. ده مش معلم اللي يضرب ولا اللي يعمل ولا اللي يقول ألفاظ، المعلمين محتاجين يعني تربية وتدريب أكتر من كده شوية. لأن هم أنا مش معقول هقعد أزرع قيم في أولادي وربيهم بطريقة ويجي حد غيري يهدم اللي أنا عملته بسهولة جدا. بصرف النظر عن الإعلام، لا كمان المدرسة لها دور مهم جدا. فالمدرسين محتاجين تثقيف، محتاجين تعليم، محتاجين دورات، وإن ما حدش يتعين في المكان ده إلا فعلا لو كان كواليفايد للمكان، بالذات ابتدائي وحضانة، سن خطر جدا جدا. استقاء البرامج العليا بتاعت النفسية بتاعت الطفل، فإن أنا أحط له واحد يخوفه فيطلع شخصية avoidance يعني تجنبية، أو شخصية اعتمادية، أو شخصية عندها رهاب اضطراب منتشرة جدا، الخوف والقلق والاضطراب اللي ممكن يوصل لوسواس قهري أحيانا. من إيه؟ من أنا بدفع المجتمع كله، على فكرة الأب والأم والمدرسين والمجتمع والميديا كل حاجة بتدفع الناس للبرفكشن، عملية المثالية، لازم تبقى مثالي، وانك مش هتبقى حدش هيسقف لك ولا هنرضى عنك الا لو طلعت الاول او جبت امتياز. ده الولد متفوق، هو قدراته كده يعني اقصى قدراته كده، هو ممكن يجيب امتياز في حاجات تانية. دكتوره او على فكره كنا يعني يعني افتكر كده كان عندنا مدرس زمان كان يجي يقول لك يا جماعه انتم ما تقارنوش نفسكم، في حد منكم متفوق علميا جدا وربنا كرمه موهبه الذكاء في المرحله الدراسيه بتاعته، في حد تاني هو مستوى الذكاء بتاعه في الدراسة أقل منه شوية لكن هو في الحياة بره ماهر في حاجة تانية كبيرة جدا، في حد تالت عنده موهبة ربنا من عليه بيها في الغناء، في التمثيل، في القرآن، في عنده حاجة مميزة مش موجودة عند الطالب المتفوق. فربنا سبحانه وتعالى بيدي هذا الذكاء وهذه بنسب متفاوتة، فمش معنى إن في حد متفوق دراسيا فأكيد اللي أقل منه ومش متفوق دراسيا هو اكيد هو متفوق او موهوب في حته تانية. فدي رساله احنا بنوصلها من خلال حضرتك برضو من خلال البرنامج، ان دي رساله بنوصلها لكل اولياء الامور، ان ابنك مهما كان مستواه العلمي حاول تحسسه دايما ان هو انسان متفوق وانسان ناجح وهيكون له مستقبل، حاول تشوف الحته اللي هو مميز فيها واشتغل عليها، حفزه، نمي قدراته، اكتشف في المواهب اللي عنده، ابدا يعني اتكلم معاه زي ما قالت الدكتوره فاتن، احترم ابنك عشان ابنك يطلع محترم محترم. اتفضلي يا دكتوره. فالام والاب المفروض يراقبوا الطفل، هو عنده في ذكاءات متعدده وفي قدرات متعدده للمخ، في طفل بيبقى فنان عنده ابداع وعنده فن وعنده، وفي طفل بيعرف يتكلم لبق جدا
وفي طفل بيعرف يحسب كويس قوي 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 بس ريجد في التعامل، في ناس بيبقى عندهم ذكاء عاطفي. فانا المس نقاط القوة اللي عند ابني، نقاط ونقاط الضعف برضو احاول اقويها، ونقاط القوة دي بقى اعمل عليها فوكس، اسقف واحفز عليها. ومش لازم اقعد يعني، لو اخين بيبقوا مختلفين تماما، في حد ممكن يقدر يحصل، يقدر يحفظ، يقدر يكتب زي ما الكتاب قال، لكن في حد لا يعني، لكن عنده ابداع. انا انمي الحتة دي، الناس كلها مش زي بعض. وبرضو في المدارس مش بس الاباء والامهات، المفروض يعملوا فصول مختلفة، الفصل ده فيه الفنانين، الفصل ده فيه الناس اللي هم اللي بيقدروا الحسابات والمنطق، الناس المتحدفة وهكذا. معلش يا دكتورة اقطع حضرتك، بعد اذن الاعداد بس ينزل لنا ارقام تليفونات القناة على الشاشة، لان يبدو ان هم حاطين ارقام التليفونات المحمولة والتليفونات عامة ترن عندنا، فيعني نحط الارقام التليفونات القناة بحيث ان لو في اي تواصل. نشكر حضرتك، اتفضل منك. دكتورة حضرتك كلمينا عن التنمر. التنمر هو العنف، يعني احنا اتكلمنا عن العنف وكده، فالتنمر جزء من العنف، وده موجود وبنشوفه جدا، والظاهرة دي يعني وخدت كلام كتير جدا من السنة اللي فاتت، واتعمل عليها حملات توعية، بس هي الأصل من البيت. بالظبط يا دكتورة، هي دي حضرتك النقطة اللي كنت حضرتك عايزاك تتكلمي فيها. الأم ساعات بتميز طفل عن طفل عندها، فهو بيحس بالتنمر ده من اقرب الناس اليه. فياريت الطفل الثاني اللي بيحس بالتنمر بياخد هدوم اخوه الثاني، حاجه كده يعني. ده بقى الطفل اللي بيقول حاضر ونعم، وحاضر يا ماما وهعمل ده، انت يا حبيبي انت اللي في القلب وعلى العين والراس، ومن غير ما تتكلم بيبان على طريقتها. لكن الثاني انت شقي، وعلى فكره لما حد يجي يقول لي ابني شقي اقول له ابشر، ده هيبقى احسن ولادك، اللي بيعبر عن نفسه، الشخصية المستقلة، الزنان، اللي ما بيسمعش الكلام. على فكرة ما تخافوش، ده حاجة جميلة جدا، ده هيبقى شخصية رائعة. لكن اللي قاعد خانق ده اللي تخافي عليه، اللي قاعد ساكت وبيقولك حاضر ونعم، بعد كده هيقول لغيرك حاضر ونعم، هيخرج في الكلية يقول لزمايله، هيبقى ضعيف جدا، ما عندوش أي نوع من القوة، يقول لزمايله حاضر ونعم، يقول للحد لأي حد متطرف حاضر ونعم. التطرف الفكري اللي هو على النقيضين، يا إما حد ياخده بقى بعمامة الدين والإرهاب والحاجات دي ويقتل ويعمل. وعلى فكرة في قصص حية كتير، وبتجيني مشاكل يعني الأولاد من كتر الضغط العصبي اللي عليهم، خاصة لو ولد طفل وطيب وبيخاف وبيقول حاضر ونعم وتربى، ده أنا ابني كان ما شاء الله عليه صيام وصلاة وقيام بالليل وصيام اتنين، والله بيجيلي مشاكل في الكلية عندي تدمى لها العيون. من يعني أقول إيه، فجأة بقى ملحد. أنت متخيل حضرتك في جامعة دينية وكده تحول من النقيض ليه؟ لأن أنا ضغط عليه من قبل سن التكليف، ضغط عليه، لأن أي حد ممكن يقول له كلمتين وخلاص. ليه اتعرفت مثلا أو اتعرف على حد قال له كلمتين، وأنا ضعيف الشخصية، أنا منقاد، بسمع كلام ماما وبابا وبالتالي هسمع كلام أي حد، يا إما أبقى عنيف بقى يعني بشكل تاني، أو يا إما أبقى كده متطرف دينيا، يا إما أسيب الدين خالص وأبقى متطرف بشكل تاني. فالأم والأب عليهم عامل كبير جدا، ولما فضل زي ما حضرتك قلت يا أستاذة منال هطفل عن طفل، هو إحساسه إيه يعني؟ ده حتى النظرات، القبلات، المفروض إن أنا لو اديت لحد قبلة أوزع الأحضان، ما اديش لحد، تيجي كده بينك وبين كل طفل تقولي له أو ابن، أنت ابني المفضل، بينك وبينه عشان توصلي له كده. النبي عليه الصلاة والسلام أي صحابي كان بيقعد معاه كان بيحس ان هو صديقه المفضل، وان هو الانسان المفضل عنده، مع ان كان شوف ناس كتيره جدا. سيدنا انس بن مالك كان يعني خادم للرسول، وبيقول خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما قال لي لشيء عملته لما عملته قط، وما قال لي لشيء لم اعمله لما لم تعمله، ولم يرفع صوته قط، ولم يضرب قط. شوفوا بقى يعني سلوكه 10 سنين مع ولد صغير ما عملش كده. لكن احنا بنعمل ايه في ولادنا؟ بنضرب ونقبح واحنا شعب سوري يعني متنمر بطبعه. والله مش متدين بطبعه، لو ما لقيناش حد نتنمر عليه نتنمر على نفسنا، نقعد نتريق على روحنا.
بنطلع الكبت والغضب في صورة تريقة وما نعرفش الآثار النفسية اللي ممكن تتعمل، مقارنات، يا فاشل، يا اللي مش عارفة مين أحسن منك، رفض على طول، إهانات، حاجات كتيرة جدا بنعملها، يا إما تدليل، مش قادر اخد اعمل كنترول على اولادي فبقى خلاص بسيب الدفة بقى خلاص يعملوا اللي يعملوه، اودي له كل حاجه. المفروض ايه؟ النبي بيقول لنا اخشى وشنه فان النعمه لا تدوم. يعني لازم حتى لو انا ربنا فاتحها عليا ماديا ومتيسر، لازم ادوق ابني، لا انت جبت كتير، انا معايا اجيب لك بس انت جبت كتير. لازم تتعلم ان في كنترول على اهواء النفس شويه وحاجه النفس في الدين، يعني إن عدم الاسراف، ان انا بعلمه ان هو ما يكونش مسرف. هو كلما اشتهيت اشتريت. سيدنا عمر كان بيقول كده، هو انت كل حاجه تشتهيها تشتريها. لازم اعمل لنفسي كنترول. النعمه مش دايما، انا النهارده كده ممكن ابقى بكره مفلس ما معيش حاجه، فابني يتعود على الحالتين. لازم نتعود على الحياه الجافه شويه ودي ودي عشان نقدر نكمل. انا يعني دايما بقول اللي ما يقدرش يتحمل الالم وقت الشده خلاص مش هيقدر يتحمله في طريقه للنجاح برضه. طريق النجاح كله الم، علشان اوصل لحاجه انا عايزها لازم اتحمل الالم، فلازم ادرب نفسي على الالم. دكتوره، عصبيه الطفل بقى بتبقى منهم هم السبب ولا بتبقى ايه السبب في الموضوع ده؟ لما بيجي حد يقول ابني عصبي والكلام ده، على فكره يا جماعه ده العصبيه مش مرض، العصبيه عرض، عرض لحاجه. يعني شوفوا ايه الحاجه النفسيه اللي عند طفلك فبيطلعها في الصوره دي. شافك بتتخانقي انت وماما، عماله رافضاه على طول، محسسه ان هو شقي، فهو ده 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 رد الفعل بتاعه ان هو علشان عايز يظهر. يعني الطفل بيبقى عنده حاجه ان هو يتشاف، عايز يتشاف، فانا مش شايفاه او شايفاه بصوره وحشه. طب انت مش شايفاني بصوره وحشه؟ فهو من كتر بقى ما بنقول لاولادنا انت عصبي، وانت بناكد له الموضوع ده، التاكيدات بتاعه الكلام ده في المخ خلاص. انا بقيت بقى كده وانا عصبي زي بابا. وعلى فكره العصبيه اختيار، تمام. الانفعال اختيار، ما هوش جينات ولا وانا مفروض عليا العصبيه، لا ابدا. هل انت بتتعصبي على اي حد؟ لا. ولا ممكن تعملي كنترول على رئيسك الاكبر منك؟ يبقى مش يبقى اختيار ولا لا؟ انا بختار اتعصب على ابني، بختار اتعصب على زوجتي اللي هو اللي بحس ان هو اضعف مني. لكن الانسانيه ان انا لو فعلا قوي وربنا مديني قوه، لا المفروض ان انا احتوي الاضعف مني. علشان كده لازم نربي اولادنا على حته الانسانيه دي. الانسانيه هي الهويه العالميه العامه، يعني هي دي الهوية اللي احنا عايزين نربيهم عليها. اذا هي سلوك اب وام رقم واحد. رقم واحد. واب وام يا منال ومجتمع. ومجتمع ومجتمع عبارة عن اب وام. يعني اب وام ومجتمع وكل اللي يعني منظومة شاملة، البيئة اللي هو عايش فيها. يعني دكتورة، ازاي بقى نقدر نعلم ولادنا وبناتنا حب الانتماء للوطن، نزرع فيهم حب الانتماء للوطن من هم لسه صغيرين؟ ازاي؟ هل مثلا بيبقى دور الاعلام، دور الفن، الاناشيد والاغاني وتحيه العلم والحاجات دي كلها؟ هل بالمتابعه والتربيه الصحيحه، وان انا اعرفك انك انت لازم يكون عندك انتماء؟ عايزين نوضح للساده المشاهدين ازاي نزرع روح الانتماء وحب الوطن عند اولادنا. هو لو احنا زرعنا فيه الانتماء لعيلته خلاص يا نواه، الانتماء لمدرسته نواه، الانتماء للفريق، احنا عايزين نعلمه حب يعني التعامل بروح الفريق. الفيديو اللي احنا معرفناش ننزله دوت رائع بصراحه. ده فيديو عن اولاد في اليابان عاملين مسابقه لعب نط على حاجه كده، ففي ولد حاول كذا مره في المسابقه نفسها والمسابقه شغاله ان هو ينط وفشل، فكل مره يشجعوه. وبعدين في ثالث مره المعلم بتاعه او المعلمه امرت زمايله كلهم ان هم ينزلوا يحضنوه واحد واحد، حضنوه ولفوا حواليه وادوا له باور ان الولد فعلا نط. احنا ما عندناش حته روح الفريق. روح الفريق دي اكتر حاجه تنمي الانتماء على فكره. طبعا ان احنا هم ليه انا منتمي الفريق، منتمي لكيان اكبر مني، انا مش بعمل لوحدي او لمصلحتي الشخصيه، لا انا بعمل مع الفريق. فكل واحد عنده الحته بتاعته في الفريق، ولو عملنا كده جوه الاسره هيتعودوا نفس الكلام. الفريق هنا الدور، كل واحد يلعب دوره صح في الفريق. ده متحدث، ده قوي، ده بتاع اعلام وميديا، ده اللي هيجمع معلومات، ده هيقرا هيركز اكتر. وبالتالي انا بعمل الكلام ده في الجامعه، لازم اديهم حته كده في اخر محاضره، الحته دي هيعملوها لي بروح الفريق. بقسمهم فرق
واقول لهم وهتختاروا متحدث بقى يعبر عن شغلكم كله، المحدث ده يا يوقعكم يا، فانتوا الاختيار بتاعكم لكل واحد في المكان الصح بتاعه هو اللي هيزرع الفريق يطلع بصوره حلوه. فلو الولد لقى الفريق كله وقع فهيزعل علشان زمايله، فهيقعد يساعد نساعد بعض عشان ده تحفيز. احنا يا دكتوره بنطالب بيه وبنطالب بيه كل يعني الاباء والامهات، وبنطالب بيه كل المجتمع ان احنا يكون عندنا اسلوب التحفيز المستمر لكل اولادنا عشان نقدر نشجعهم ان هم يكونوا مبدعين، نقدر نربيهم كويس، نقدر نعلمهم كويس. انا طبعا الحوار سري جدا وجميل جدا، ولكن وقت حلقتنا يكاد يكون انتهى. فانا طبعا بنشكر حضرتك يا دكتوره على تواجدك معانا، وان شاء الله باذن الله نحاول بقى يكون في الحلقات الجايه تواجد لحضرتك معانا بصفه مستمره، نبدا ناخد نتكلم على المراحل العمريه للاطفال مرحله مرحله بالتفصيل بالتفصيل، ونتكلم باستفاضه عن التربيه والسلوك والتحفيز لكل اطفالنا عشان نقدر نطلع جيل زي ما احنا نقول كده عايزين نصنع رجاله. والرجاله هنا او الرجال هنا مش المقصد بها الذكر والانثى، الرجال هنا هو العموم، عايزين نصنع ناس شخصيه مجتمعيه قويه تقدر تبني وتقدر تصنع وتقدر تعمل حاجه تنفع بيها نفسها وتنفع فيها المجتمع اللي هي عايشه فيه وتنفع فيها الوطن ككل. احنا بنشكر حضرتك يا دكتوره. دكتورة بس انا احب اختم بحاجه بس فضل. عشان الناس عمالين نقول انسانيه، الرسول عليه الصلاه والسلام كان قمه الانسانيه، هو كان قائد يعني ما فيش بعد كده. فاحنا انت قائد في بيتك، لكن القياده بتاعتك هتحتوي اللي تحتك ازاي؟ بالرحمه، فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نشكر حضرتك، نشكر حضرتك شرفتينا، وبشكر زميلاتي الاعلاميه منال عبد الله والاعلاميه ساره رمضان. نشكر حضراتكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده، ويعني نترككم والى اللقاء اذا كان في العمر بقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.